وبما اننا بنتكلم عن كولر، الراجل ده الحقيقه عايز اديله حقه، لانه حرفيا شغال صبح وظهر وليل. لسه احد الاصدقاء كان بيكلمني بيقول لي ايه رايك في مارسيل كولر؟ قلت له ما اعرفش. كسي في اقدر اقول لك ان هو سي في جيد، قدر مجلس اداره النادي الاهلي ان هو يختار سي في جيد يستطيع ان هو يقود سفينه النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. ولكن لو سالتني انت ايه رايك في مارسيل كولر؟ هقول لك ما اعرفش. ما عنديش فكره، ما اقدرش كاسلام ما اقدرش اقول وجهه نظري. ليه؟ لان ما شفتوش بعناية. ولكن كلمت مع فلان وعلان وترتان من اللاعبين ومن الاداريين ومن 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 داخل النادي الاهلي. بشكل عام هناك حاله من التفاؤل بهذا المدير الفني. مين هيلعب ومين مش هيلعب محدش عارف، طب مين كويس ومين مش كويس؟ اللعيبه كلها مبسوطه، اللعيبه كلها سعيده حتى هذه اللحظه. شايفين ان هو رجل عادل، شايفين ان هو رجل بيضحك ويهزر زي ما قلت لكم قبل كده بره الملعب او بره الخط، وجوه الخط حاجه ثانيه، او يعني بره الملعب حاجه وجوه الملعب حاجه ثانيه، وهو المطلوب بالمناسبه. رجل لطيف جدا بيهزر وبيضحك وبيعمل كل حاجه، ممكن يبقى متخانق معاك جوه الملعب وبيزعق معاك على تمرين تعمله خلاص، ويطلع بره الملعب ياخدك بالحضن ويتكلم معاك ويقول لك نكته وتقول له نكته وتهزره، هو كده. فده اللي انا بسمعه عن الراجل. فنيا فنيا الدنيا ماشيه كويس والامور ماشيه كويس الحمد لله. مش هقدر اتكلم فنيا لانه كله في وقته، هنبقى نتكلم فنيا. طبعا دي زياره رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والمشرف على الكوره، ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي والمشرف على الكوره كابتن محمود الخطيب في زياره للنادي الاهلي او للفريق الاول في النادي الاهلي. طيب